السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. في الفيديو السابق شاهدتم طريقة تجهيز وتحضير شرائح مكافحة الفاروة، لكن في هذا الفيديو سنتحدث حول طريقة استخدام هذه الشرائح في الخلية، وكذلك سنخبركم ما هي النتائج، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم بالخير والعافية أخي وإخواني النحالين في الوطن العربي وفي اليمن خاصة. طبعا نحضر سلك أو الوتر الذي نقوم به بشد الإطارات، نقوم بقصه بهذه المسافة. الهدف من ذلك هو أن نعلق فيه شرائح مكافحة الفاروة التي قمنا بتجهيزها، وسنقوم بالتجربة على أحد الخلايا الموجودة لدينا، خلية ذات كثافة لا بأس بها. وهذه هي الشرائح، نقوم بفتح أحد الأكياس شاهدوا، هذه هي الآن ممتلئة أو ممزوجة تماما بالحمض، وقد تشربت بما يقارب 48 ساعة. الآن ننتقل إلى الخلية المستهدفة. كثير من الإخوة الآن ينتظرون النتائج، ونحن نعمل الذي علينا والباقي على الله. هذه هي الخلية، نحضر طبعا بهذه الطريقة. طبعا نقوم بإدخال الفتحة التي قمنا بتجهيزها بهذا الشكل، هذا هو الشكل المناسب. الآن سنقوم بدفع النحل للأمام، أو سنضطر بوضعه بهذا الشكل. كما تشاهدون تماما نحضر الآخر بهذا الشكل كما تشاهدون. ملتصق بأخي، خلاص هكذا. وضع الثاني في هذه المنطقة طبعا بهذا الشكل. نكتفي بقطعتين حسب كثافة النحل باعتقادي، هذا هو الصح. طبعا هذه هي الآن درجات الحرارة 25-26 تعتبر، والرطوبة 62. طبعا بعد أنا ما قطفت العسل، الآن أقوم بمكافحة الفاروة. يوجد عندنا أمطار طبعا،
كثيفة بشكل قوي. النحل يسرح على جمع حبوب اللقاح من أشجار متعددة، منها الذرة الشامية. نقوم بغلق الخلية وننتظر النتائج. طبعا احنا اليوم في تاريخ 8 أغسطس 8/8 تم وضع الساعة 9:15 صباحا. قمنا بتدوين المعطيات، نقوم بالإغلاق، وتكون التجربة كما أخبرناكم دائما. أحاول بس التجربة دائما تكون على خلية واحدة، خلية أو خليتان إذا يعني أعلى شيء. الهدف أنه إذا كان هناك خطأ يستطيع الأخ النحال أن يتداركه فورا. هناك عظات وعبر لكثير من الإخوة النحالين، يعني أخطأ وأنهى منحل بأكمله. لذلك نصيحتي، استخدمنا محفزات، مقويات، رافع للمناعة، مكافح للفاروة، يجب أن نستخدم في خلية أو خليتان فقط، لا نزيد عن ذلك، حتى لا نقع في الخطأ. وخطأ الشاطر بألف. أرجو أن تكون وصلت المعلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم قمت بالكشف على الخلايا اللي تم استخدام شرائح الأكزاليك، هذه وهذه الأخرى، حتى نتأكد من وجود فاروة من عدمه. فتساقط خفيف طبعا. ليش خفيف؟ لأنه أنا أكافح الفاروة دائما، لكن على العموم هو بس للتأكيد وأن المادة هذه فعالة. شوف هذه واحدة وهذه كذلك وهذه. أنا من النوع الذي يكافح الفاروة بشكل كبير دائما، هو متواصل، لا أترك نحلي. كذلك إذا شاهدنا في هذه المنطقة، هذه الفاروة يعني الفكرة نجحت، وهذا ما نريد أن نثبته لكم حول هذا الموضوع. وسأخبركم بشيء، قمت بإغلاق الخلية حتى أخبركم بالذي أريد أن أخبركم فيه. نسبة تساقط الفاروة قليلة. لماذا؟ لأنه لا يوجد فاروة عندي في المنحل. السبب شاهدوا معي هنا، مكافحة الفاروة بالأكزاليك متى؟ في 17/5، وفي 19/5 مكافحة الفاروة بالفورميك، شاهدوا طبعا هذا من خلال التدوين. وفي 24/5 مكافحة الفاروة بالأكزاليك المرة الثانية. وفي 1/6 تجربة الفورميك تركيز 50 الساعة 12 ظهرا، الحرارة 32 3 ملي كذلك. وطبعا هذه الخلية قسمتها أكثر من 3 مرات وأخذت منها عدة إطارات. شوفوا مثلا أخذ 4 إطارات حضنة ودعم خلية رقم 4 و5 و6. طبعا وهنا في الأخير في 8/8 تم وضع شرائح الأكساليك الساعة
التاسعة والربع صباحا. هذا ما أردت أن أخبركم فيه. متابع لخلاياي من حيث مكافحة الفاروة، لذلك لم ألاحظ فاروة إلا نسبة بسيطة. البعض منتظر يلاحظ تساقط كبير، وهذا خطأ، خطأ فادح أخي النحال. تساقط الفاروة إذا قربت تجربة على، طبعا أنا قربت على 6 خلايا، أظهرت لكم في الفيديو خليتان، لكن قربت على 6، تساقط لا يذكر، لا يذكر. إن شاء الله الفكرة وصلت، ونسأل الله أن نجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. تحية للجميع، السلام عليكم.